موجز الأخبار من قناة الثانية من القاهرة، أهلا بكم. توجه وزير التجارة والصناعة طارق قبيل للعاصمة الروسية موسكو لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الروسية في دورتها 11. وقال قبيل إن الدورة 11 للجنة ستناقش عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل التعاون في مجالات متعددة، إضافة لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والذي يأتي على رأس أولويات جدول أعمال اللجنة المشتركة إلى جانب موضوعات إزالة المعوقات غير الجمركية. أمرت رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشارة فريال قطب بإحالة عزة فتح الحناوي مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتلفزيون المصري سابقا للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية التطاول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة في حق قيادات الإعلام ونشر عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة القيادات السياسية على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بحث وزير التنمية المحلية لواء أبو بكر الجندي مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مستجدات إعداد تطوير دليل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في شكله النهائي والمقدم من مشروع تحسين الخدمات العامة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتخطيط. واستعرض اللواء الجندي خلال اللقاء أهم مراحل إعداد الدليل، حيث سيتم تعميمه في جميع المحافظات. وأعلن الوزير خلال اللقاء اعتماده المبدئي للدليل، والذي يتضمن 500 خدمة، على أن يتم تقسيمه إلى كتيبات مصغرة لكل قطاع من القطاعات الخدمية. طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المحكمة الجنائية الدولية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة تجاه فلسطين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تسليم طلب إحالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين. وأشار المالكي إلى أنه طلب من مكتب المدعي العام للجنائية الدولية فتح تحقيق فوري في جرائم إسرائيل، مؤكدا استعدادهم لتقديم كل المساعدة للمحكمة في تحقيقاتها بالجرائم. ولفت المالكي إلى أن هذه الإحالة ستشمل كافة الجرائم المرتكبة منذ عام 2014، مضيفا أن فلسطين وضعت اليوم منظومة العدالة الدولية أمام الاختبار الحقيقي. وجه بيير كريمبول مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروا نداء عاجلا إلى العالم من أجل إنقاذ القطاع الصحي في قطاع غزة. وقال كريمبول إن تجريد قطاع غزة من الإنسانية لن يجلب السلام للمنطقة، محذرا من أن غزة تواجه كارثة صحية وإنسانية سيكون لها تداعيات لا تحصى على سكان القطاع، مشيرا إلى أن 70% من سكان غزة لاجئون، وأن هناك عددا منهم استشهد وآخر أصيب. قتل جنديان من الجيش الوطني الليبي وجرح آخرون جراء تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف بوابة الستين جنوبية مدينة أجدابيا شمال شرقي البلاد. وأشارت مصادر إلى أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى محمد المجيرف بمدينة أجدابيا، وكانت البوابة ذاتها قد تعرضت لهجوم انتحاري مماثل مطلع مارس الماضي راح ضحيته 3 جنود من الجيش الليبي. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن الوضع في أفغانستان بعيد عن الاستقرار، ما يمهد الطريق أمام الإرهابيين للتسلل منها إلى الدول المجاورة. وقال شويغو أثناء محادثته مع نظيره الأوزبكي عبد السلام عزيزوف، وأضاف أن التعاون العسكري والتقني بين روسيا وأوزبكستان يحمل طابعا هاما ومحددا، مشيرا إلى استعداد روسيا لتدريب أكبر عدد من العسكريين الأوزبك وكذلك إرسال مدربين إلى أوزبكستان لإعداد الخبراء العسكريين. وصل صحفيون أجانب إلى كوريا الشمالية لتغطية عملية تفكيك موقع تجارب نووية بالبلاد في وقت لاحق هذا الأسبوع، فيما لم يسمح لوسائل أعلام كوريا الجنوبية. كان من المقرر في البداية الانضمام إلى صحفيين على متن طائرة مستأجرة أقلعت من بكين، وستسمح بيونغ يانغ لمجموعة صغيرة من الصحفيين بالوصول إلى موقع بونغري النووي للاطلاع على وعدها وقف التجارب السرية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ختام الموجز في أمان الله.